تهدف إلى إقامة مشاريع تنموية صغيرة تساعد سكان المنطقة على الارتباط بالأرض. تفاصيل أخرى مع شرف الدين زي العابدين والمحجوب الدوة. لتشجيع سكان قرية مويفيس على الاستقرار بالمنطقة والحد من ظاهرة الهجرة القروية، بادرت ثلة من الفاعلين الجمعويين المحليين إلى خلق جمعية مويفيس للتنمية والتعاون. الجمعية تهدف إلى تنمية القرية عبر إحداث مشروعات صغيرة مديرة للدخل يساهم فيها السكان. الأهداف الاستراتيجية اللي عندها هي أن تنمية المنطقة واستقرار الساكنة، وهذا الحمد لله تحقق بهذه المجهودات والمثابرة ديال المنخرطين وديال العمل الجاد ديال المكتب. ري 40 هكتارا مهيئة لغصر أشجار مثمرة ومزروعات متنوعة، وكذلك إقامة منتزه على مساحة تقدر بهكتارين يحتوي على قاعة للإنترنت وخزانة ومسبح ومقهى. كل ذلك يشكل المشاريع المستقبلية للجمعية التي تنفذ بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. اليوم أشعرنا من طرف اللجنة الإقليمية للمشاريع التي تخص الانطلاقة في التنمية البشرية بولاية قلميم السمارة على أن مشروع التقطير قد تمت الموافقة على تمويله من طرف ثلاث جهات: وزارة التنمية الاجتماعية والتعاون ووزارة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية. مثل هذه المبادرات تساهم بشكل فعال في خلق ترابط حقيقي بين السكان والأرض، وكذلك في الحد من آثار ندرة المياه التي أثرت بشكل كبير على المنطقة.